وفي ذات السياق احتفلت جموع المؤمنين في كنيسة سيدة البشارة للاتين في بيت جالا بعيد الصليب المقدس. مندوبتنا في القدس مارلين الحدوة شاركت في هذا الاحتفال وأعدت التقرير التالي. احتفلت رعية كنيسة سيدة البشارة كباقي الكنائس في العالم بعيد ارتفاع الصليب المقدس، ترأسه الأب حنا سالم وبمشاركة الكاهن المساعد الأب طوني حيين والراهبات والأخويات والمؤسسات وجمع كبير من أبناء الرعية والمدينة والمجموعة الكشفية البابوية. وفي كلمة شرح فيها الأب سالم عن معنى الصليب في حياتنا: فصليب يسوع المسيح رأس خلاصنا ونبع الخيرات التي لا توصف، وبواسطة الصليب عرفنا مخلص الكل، والصليب أنارنا نحن الجالسين في الظلمة وحررنا من الأسر، وعلى الصليب قدمت الذبيحة، وحيث الذبيحة تكون مغفرة الخطايا. وكما قال القديس بولس: أما أنا فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. وأثناء القداس بارك الأب سالم خيرة هذا العام من ثمار الرمان والعنب، وأضيئت الكنيسة بقناديل الفرح، وتم تبديل الصليب بصليب الفرح المزين بالورود. وبعد القداس تم إنارة الشعلة في ساحة الكنيسة على أنغام فرقة الكشاف وقرع الأجراس، وتم أخذ البركة في الساحة. والروح القدس. هذا العيد المهم في شرقنا وفي بلادنا، العيد اللي بنتذكر من خلاله وجدان الصليب وارتفاع الصليب من جديد في مكانه المقدس على الجلجلة. إن شاء الله هالعيد دائما يذكرنا إنه إحنا منتصرين وإحنا ممجدين بقوة المسيح المنتصر على الموت، المسيح اللي بموته أعطانا الحياة. فإذا إن شاء الله ربنا يعطي الحياة لبلادنا، يعطي السلام لبلادنا، يعطي المصالحة لبلادنا، ويزرع حياته وسلامه ومصالحته في قلوب جميع المسيحيين بنعمة وقوة صليبه المقدس. كل عام وانتم بخير. وإحنا جينا اليوم عشان نحتفل بعيد الصليب، وعيد الصليب بيعني لنا إشي كتير كتير كتير، وهو عيد عبورنا من الموت إلى الحياة، هو عيد مجد الرب، هو عيد خلاصنا، هو عيد فرحنا. عشان هيك احنا موجودين اليوم، وفي كتير ناس كمان كانت من برا موجودة معانا، أصدقاء وناس من أمريكا وناس من جميع أنحاء العالم أجت احتفلت معانا عشان تشوف الاحتفال كيف بيكون بالصليب وبالفداء تبعنا. وإن شاء الله كل سنة نحفل بعيد فدائنا يا رب. أما شو بعني صليب المسيح؟ بعني الخلاص، بعني القيامة، بعني المحبة، بعني التخلص من الشر والخطيئة. وإحنا فرحانين كلنا بهالعيد، وبطلب من الجميع إنهم يتمثلوا بعيد يسوع وبصليب يسوع ويضعوا فخر إلهم طول حياتهم. جينا طبعا نحتفل زي كل سنة بعيد الصليب، الصليب المجيد، الصليب اللي كان أداة قتل وإعدام وصار رمز للخلاص. الصليب بيعني لي كثير، لأنه موت يسوع على الصليب أحيا البشرية وأعطاها الأمل من جديد. كل سنة وأنتم سالمين جميعا في عيد الصليب المقدس. إحنا كل سنة بنحتفل بهذا العيد العظيم، عيد الصليب، لأنه بيعني لنا برمز للموت والقيامة. واليوم موجود هو بكنيسة القيامة، وطبعا كل سنة الناس يعني على مدار السنة بتزور الصليب المقدس. وطبعا اللي عنده إيمان أي إشي بطلبه بهذا اليوم بشفى، مرضى، أي حدا بحاجة لصلاة بهذا اليوم العظيم ربنا بيستجيب. كما وتم تبادل التهاني بفرح وسرور. لنورسات مارلين الحدوة من ساحة كنيسة سيدة البشارة بيت جاله.